نشاهد اليوم هذا المعرض، معرض الخط العربي، الذي يعتبر من الفنون التشكيلية الرائعة لنخبة من الخطاطين السوريين الذين تعلموا بمدارس الخط العربي في دمشق، وأيضا هناك العديد من الأنشطة اللاحقة التي سنشاهدها خلال الأشهر المقبلة من خلال هذه الملتقيات الفكرية والفنية والثقافية. يعتبر فن الخط العربي من أرقى الفنون التشكيلية، لذلك قال بيكاسو: إن أقصى نقطة أردت الوصول إليها في فن الرسم وجدت الخط العربي قد سبقني إليها منذ أمد بعيد. لذلك يعتبر هذا الفن من الفنون الراقية جدا، لأنه يجنح نحو المطلق وهو يبتعد تماما عن المدارس الواقعية. الحقيقة هذه التظاهرة أنا في رأيي هامة جدا، لأنها تحمل مسارين في الخط العربي، هي تحمل مجموعة من الفنانين الذين اعتمدوا الخط القاعدي أو الكلاسيكي، يعني بأنواعه المعروفة، الثلث والنسخي والديواني إلى آخر ما هنالك، وأيضا التجارب أيضا الجادة التي تحمل ما تقول على أن الخط العربي هو فن باستمرار يحمل التطور ويحمل أيضا التقدم. الخط العربي هو تراثنا وهويتنا، فلازم نحن أول شيء نحافظ على هذا التراث ونظهره بشكل جميل وعصري للناس. طبعا نستقي من القديم كشكل كلاسيكي، هو اللي توارثوه الخطاطين على عبر الأجيال لحتى وصلنا بهذا الشكل.